لحلاوة الجبن بعتاز سميد ناعم مثل ما شايفين. في عندي هاي الكاسة بتطلع 300 ميلي، بدي كاسة، وبدي كاسة سكر كمان 300 ميلي، كاسة ونص مي، وفي عندي هون 3 معالق كبار ماء الزهر، وعندي 500 جرام موزاريلا أنا مصفيها من المي. لحشوة حلاوة الجبن بعتاز علبة ريكوتا واللي هي الحليب المفروض، وبدي علبتين مسكربونة. وهلا رح بلش. أول شي بدي أفضي المسكربونة مثل ما شايفين، وبدي احط فوق منها الريكوتا، وبس بدي احركهم مع بعضهم بهالطريقة هاي. وهلا القشطة هيك صارت جاهزة، هلا بدي افضيها بكيس الحلويات وبدي احطها بالبراد، وبننتقل على المرحلة الثانية. بدنا ننزل اول شي بالمي، في عندي هون كاسة ونص مي، ورح انزل بالسكر، بحركهم لحتى يدوب السكر وتغلي المي. بعد ما بلشت المي تغلي عندي رح انزل بجبنة الموزاريلا، وهلا هون ببلش بالتحريك المستمر. طبعا بدي ضلني احرك بالموزاريلا لحتى تدوب عندي الموزاريلا. هلا بعد ما دابت عندي الموزاريلا رح بلش انزل بالسميد، طبعا بنزل شوي شوي بهالطريقة هاي مع التحريك المستمر. اهم شيء ضلني عم حرك. لازم نحرك بسرعة بشكل مستمر. طبعا ايدنا لازم تكون سريعة كتير والتحريك بهالطريقة هاي. نعملها هيك هالمطة هاي مثل ما شايفين. لازم تمطوها هيك بالطريقة هاي، طبعا نعملها هيك التحريكة. شايفين هالمطة كيف؟ شايفين كيف صارت؟ هلا بعد ما صارت هيك
بهذا القوام. هلا هون بدي انزل بالماء الزهر. شايفين اخواتي كيف؟ هلا هيك صارت عندي جاهزة، وهلا بدي اطفي عليها وبدي بلش اشتغل فيها. العجينة صارت عندي جاهزة. وهلا بدي احط العجينة هون عشان بلش اشتغل فيها. هلا هون انا حاطط قطر مشان يسهل علي الشغل، وفي عندي شوية صغيرة سمنة، بس هيك نقرة صغيرة بس مشان تسهل علي الشغل. بس هيك بدي ضبها على بعضها بهالطريقة هاي، شايفين كيف؟ بدي اعملها هيك بهالطريقة هاي. وهلا بدي بلش اشتغل بالشوبك هيك بهالطريقة هاي. طبعا ضغطي ما بدها تكون كتير قوية، وهلا بعد ما قصيتها بهالطريقة هاي بدي احط الكريمة او القشطة اللي عملناها بهالطريقة هاي. بدي احاول بس هيك اعملها هيك بهالطريقة. وهلا بدي قصها هذا الشكل، وبدي كفي الشغل بنفس الطريقة. طبعا فيكم تحطوا نايلو تحت منها اذا بتحبوا، بس انا متوفر عندي هاي. طبعا بنكفي كل الكمية بنفس الطريقة، بنقصهم بهالطريقة هاي طبعا القياس اللي انتو بتحبوه. وهلا اخر شيء بس بنزينهم بالفستق الحلبي
بهالطريقة ونصفهم على صينية التقديم.